مساء الخير. احنا دلوقتي بنخرج من مطار برج العرب متجهين لإسكندرية. كده احنا خرجنا من مطار برج العرب، هناخد شمال عشان نتجه لإسكندرية. اللي هياخد يمين ده بيبقى رايح مثلا القاهرة، بياخد يمين يمشي 10 كيلو، في شمال يطلع على الصحراوي المباشر. انما احنا دلوقتي هناخد شمال عشان ننزل على إسكندرية. الفيديو ده توضيحي طبعا للناس اللي مش عارفة السكة، انما في ناس كتير عارفة السكة، فاحنا بنعمله للناس اللي اول مرة مثلا تيجي مطار برج العرب وراجع على اسكندرية ولا حاجة، يبقى الطريق واضح معاه وبالنهار. زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا طلعنا من المطار خدنا شمال، تمام، هيقابلنا الدوار ده، هناخد منه يمين. الطوالي رايح على مدينة برج العرب، إنما إحنا هناخد يمين عشان نتجه لإسكندرية. واللي هياخد شمال ده شمال في القاعدة الجوية، يعني ما فيش حاجة تاني في الشمال. وإحنا طلعنا من المطار خدنا شمال، وعند أول دوار قابلناه خدنا يمين. وعلشان تتأكد برضه إن أنت ماشي في الطريق الصحيح، هيقابلك مزلقان القطر بتاع اسكندرية مرسى مطروح. وادي شكل المزلقان أهو. هنكمل طوالي برضو بعد ما نعدي المزلقات. بعد ما عدينا المزلقان بشوية بيقابلنا دوار تاني. الدوار التاني ده بناخد منه أول مدخل يمين. الدوار ده فيه 4 مفارق، احنا هناخد أول مدخل يمين اللي هو يوصلنا لطريق مصر اسكندرية الصحراوي، تمام. اللي هيكمل على طول ده اللي رايح الساحل الشمالي، اللي هو ياخد تاني مدخل، تالت مدخل مدينة برج العرب الجديدة، رابع مدخل يرجع نفس الطريق اللي احنا كنا جايين منه اللي هو بتاع مطار برج العرب. فاحنا كده قلنا تاني دوار هناخد منه اول مدخل ده اللي فيه استاد الجيش او استاد برج العرب، والمدخل فيه برضه فندق هيلتون كينج رانش. ده اللي هو اول مدخل في الدوار التاني من ساعة ما خرجنا من المطار. على يمين اهو فندق هيلتون كينج رانش زي ما حضراتكم شايفين. وادي بيقابلنا دلوقتي استاد الجيش المصري. ادي استاد الجيش المصري اهو على يميننا برضو.